أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا. سمو أمير البلاد أعرب اليوم خلال كلمته أمام المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا والمنطقة الذي انطلق في العاصمة البريطانية لندن، أعرب سموه عن الأمل بأن يصل هذا الصراع إلى حل سياسي ينهي معاناة شعب بأكمله ويخلص العالم من تبعاته المدمرة، معبرا عن تطلعه لأن تحقق اجتماعات جنيف برعاية الأمم المتحدة إلى النتائج المنشودة. قراءة في كلمة سمو أمير البلاد بمؤتمر المانحين الرابع في سياق التقرير التالي. لقد كان العمل الإنساني نهجا ثابتا ومبدأ راسخا في رؤية الكويت للتعاون بين الأمم، وتمثلت دوما في استشراف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للعلاقات التي يجب أن تسود بين الشعوب، وفي الرؤية السديدة التي تشمل تقديم العون والمساعدات الإنسانية لكل الدول، خاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية والنزاعات التي تدمر المجتمع البشرية وتشريد الأبرياء. من هذه المنطلقات تأتي كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مؤتمر المانحين الرابع في بريطانيا، لتشكل أملا لمساعدة السوريين في محنتهم وتضميد جراحهم. سموه حفظه الله أكد أن مؤتمر المانحين هو الرابع من نوعه، سبقته ثلاث مؤتمرات عقدت جميعها في الكويت، والتي أخذت على عاتقها تصدر المشهد الإنساني في تجلياته الإغاثية بكثير من العطاء السخي الذي جبل عليه المجتمع الكويتي وبلور آفاقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. ينعقد المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا والمنطقة استكمالا لثلاثة مؤتمرات استضافتها بلاد الكويت على مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت خلالها جمع تعهدات تجاوزت 7 مليارات و300 مليون دولار. سددت دولة الكويت منها 1.3 مليار دولار، ساهمت في تأمين الاحتياجات المطلوبة للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشريف الذي يواجه أكبر كارثة إنسانية في عالمنا المعاصر، وتدخل عامها السادس. سموه حفظه الله أكد في كلمته أن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا. لقد شكل إطار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2254 فارقة أمل لنا جميعا باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها، والذي نأمل أن نصل بهذا الصراع إلى حل سياسي ينهي معاناة شعب بأكمله ويخلص العالم تبعاته المدمرة. لم يغفل سموه حفظه الله ورعاه ولا سيما أمام استفحال الوضع السوري في العالم كله وليس في سوريا فحسب، فطالب حفظه الله ورعاه بالتفكير في فلسفة جديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين عبر اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا لرسم مستقبل أفضل. إننا مطالبون بالتفكير في فلسفة جديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين عبر اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرص التعليم وتحفظ الأطفال من ضياع حقهم وترتقي بمستوى تعليمهم ما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة، يعينهم على رسم مستقبلهم ويجنيهم الأمية والجهل ويحصن عقولهم من أي أفكار هدامة. وفي ختام كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أعلن سموه عن مساهمة دولة الكويت على المستويين الرسمي والأهلي بمبلغ 300 مليون دولار على مدى 3 سنوات لدعم سوريا.
لقد كانت وما زالت دولة الكويت من أولى الدول وأكثرها التزاما بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالعمل الإنساني، وقد شهد بذلك كل العاملين في المجال الإغاثي، حيث تساهم الكويت في مختلف وكالات الأمم المتحدة بسخاء فضلا عن تسديد كل تعهداتها لمؤتمرات المانحين لسوريا.